الخير عليكم. مساء النور. واسف جدا اذا كنت اتاخرت عليكم، بس الحقيقه ما كنتش عايز اتكلم معاكم لحد ما اقول لكم ان النيابه وافقت على الطلب بتاعنا. النيابه انتدبت لجنه تانية عشان تفحص الاتوبيس، والتقرير طلع في صالحنا والحمد لله. التقرير بيقول ان تيل الفرامل بتاع الاتوبيس غير مطابق للمواصفات، وده طبعا معناه ادانه المدرسه. معانا حق يا من تكرم يا رب. الحمد لله. ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. طبعا حصل لعب في التقرير الاولاني، بس الحمد لله النيابه انصفتنا. والله ما هيهدالي بال لما اخد حق ابني من المدرسه دي. طيب احنا الخطوه اللي جايه دلوقتي الخطوه اللي بعد كده ان انا هتنازل عن القضيه. نعم. ايه؟ ما تستغربوش يا جماعه، انا هتنازل عن قضيه للمحامي اللي كان مفروض يمسكها من الاول. الحقيقه هو ما كانش عايز يعمل كده لحد ما اتاكد ان المدرسه متورطه في الموضوع. اتفضل يا استاذ عيسى. مساء الخير. مساء النور. استاذ عيسى عارف كل حاجه عن المدرسه، ملم بكل ملابسات القضيه اكتر مني بكتير. وانا عايز الاول اعتذر لكم عن اي سوء تفاهم صدر من ناحيتي. وانا موقفي في القضيه اتغير اول ما عرفت ان التقرير اتلعب فيه. في الحاله دي ما ينفعش اقف على الحياد، والحق لازم يرجع لاصحابه، واحنا اصحابه، واعتقد ولادنا يستحقوا نجيب لهم حقهم. انا اكتشفت ان في حاجات كتيره كانت فايتاني، ومش عيب اقول انها كانت فايتاني، بس الحمد لله الحمد لله ربنا وضحها لي، حق عيالنا هجيبه ان شاء الله. ايوه احنا كده المفروض بقى ان احنا نصدق حضرتك. انت والاستاذ عاملين لعبه، لما عرفت ان موقف المدرسه ضعيف قلتوا تطرمخوا عليها، واحنا بقى المفروض هبل ونمشي وراكم. استاذ رمضان انا ما اسمحلكش تتكلم بالطريقه دي. ما تسمحليش ايه؟ انا بقول اللي حصل. اذا كنت انا اللي قدمت الطلب للنيابه علشان كنت شاكك في التقرير الاولاني، منين حضرتك شايف الكلام ده؟ معلش يا استاذ عادل، بس احنا عملنا توكيلات لحضرتك والمفروض تكمل معانا القضيه للنهايه. انا مش هعمل توكيل للاستاذ، انا مش هنسى اللي قاله عن القضيه في الاول، قضيه تافهه وملهاش لزوم من اصله. يا جماعه الموقف اتغير تماما، المدرسه دلوقتي بقت مدانه. ولو برضه انا مش مقتنع بصراحه ان الاستاذ هو اللي يجيب لي حق ابني. يا استاذ عادل ما تخليناش نسيء الظن بيك. بجد عيب الكلام اللي حضرتك بتقوله يا استاذ رمضان. يا اخي عيب اللي انتوا عايزين تعملوه فينا. خلاص يا عادل خلاص، كمل انت القضيه، المهم نكسبها وانا اعمل لك توكيل. انا مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه، ما يصحش كده، ما ينفعش نتعامل مع بعض بالطريقه دي. عن اذنكم انا ماشي. وجهه نظري ان احنا كنا نسمع الراجل هيقول ايه. لا اسمعوا انتوا بقى، احنا مش لعبه في ايديهم، يشوطونا وقت ما يحبوا البعض. استاذ عيسى انا اسف قوي على اللي حصل فوق، انا بعتذر لك بالنيابه عنهم، معلش هما منفعلين شويه. مش مشكله. طمني اخبار ابنك ايه دلوقتي؟ احسن؟ والله مفيش جديد، بنعدي يوم بيوم. وابنك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فاكر اليوم اللي قابلتك في النادي لما كنت بزعل لكريم بقول له مش جاي معاك التدريب تاني؟ اه طبعا، بس انا اسف قوي صراحه، يعني انا ما قدرتش امسك نفسي. تفتكر هو زعل؟ ده اكيد، بس هو ما قالليش انه زعلان. ما هو مش شرط يا استاذ عيسى، في اولاد ما بيعرفوش يعبروا عن زعلهم. بس انا ما كانش قصدي ازعله. يا ريت تقول له ده. مش عارف اقول له. نفسي اقول له حاجات كتير. استاذ اشرف انت ليه ما عرفتنيش ان الموضوع تيل فرامل؟ والله انا نفسي ما كنتش اعرف، وبعدين احنا بنتعامل مع نفس مركز الصيانه بقالنا 8 سنين، ونفس تيل الفرامل بنركبه في كل الاتوبيسات. وايه الفرق في سعره عن الاصل عشان توافق على ده؟
والله يعني ممكن تضرب في عدد الاوتوبيسات عامل رقم. رقم ايه قصاد اللي حصل ده كله؟ ضيعت سمعتنا عشان توفر كام؟ والله يعني انا كان بيطلب مني اقلل فلوس الصيانه والاستاذه نجوان كانت بتمضي. طب موقفنا دلوقتي ايه؟ مش كويس خالص. وده لسببين. السبب الاولاني موضوع التقرير. السبب الثاني افتحوا تويتر بقى وانتوا تعرفوا. عم ناصر هلاس ولا الاوتوبيس بقى ترند وكل الناس بتتكلم عليه بعد حوار ابنه مع شوقي رؤوف. طب انا عايز اعرف هو الموضوع ممكن يوصل للحبس؟ للاسف ممكن طبعا. ده بجد؟ يا جماعه حد يرد عليا، انا مش فاهمه حاجه. بتقولي حاجه؟ اشرفت على عايزك. انت كنت عارفه وموافقه بموضوع مركز الصيانه. فعلا كنت عارفه، بس ما كنتش اعرف ان قطع الغيار غير مطابقه للمواصفات. والله ولا انا بالظبط. هو ده اللي هتقوله لامجد وهو بيدافع عنك. ان انت لما كنت بتسال مهندس المركز كان بيقول لك انها زي الاصل بالظبط، وان انت استحيل تكون عارف وموافق. ده هيحسن موقفك. موقفنا؟ موقفك. ركز معايا عشان نعرف نتكلم. بقول لك ايه؟ ما بلاش السكه دي معايا. للاسف. مفيش غيرها قدامي. دي طوق نجاتك. طوق نجاتك انت؟ طوق نجاتك انت مني. والله. تخيل. تخيل. والله دمي خفيف. مش هلبسها لوحدي، البسها سوا. أنا ممكن أفوت لك موضوع العمولات بتاع مركز الصيانة. عادي حقك، لكن مش هفوت لك حق بنتي. إيه علاقة تعبير بالموضوع؟ أنا جاية لك أهو في الكلام. فاكر من كام سنة لما ركبنا كاميرات في المدرسة؟ فاكر. وفاكر لما عملنا أبديت للسيستم بتاع الكاميرات؟ أنت عايز توصل لإيه؟ وقتها احنا ما ركبناش كاميرات في مكاتبنا الا مكتب واحد. وقتها انا خفيت كاميرا في مكتبك، بس انا ما عملتش كده من نفسي. فاكر ميس رانو اللي مشيت بسببك؟ بعد ما مشيت بعتت لي رساله حكيت لي فيها انت عملت معاها ايه ومع غيرها. قررت اركب كاميرا. تخيل بقى مكتبك اللي بتقفله عليك وعلى حسب ذوقك، تسجل فيه ايه ومتصور فيه ايه، واخرهم ابتسامه اللي حاولت تتحرش بيها، كله متسجل صوت وصوره. دي مش طبيعيه على فكره. والله حاولت اخلق لك 100 عذر، قلت بكره يعقل ويهدى. بلاش يعني اخرب بيت بنتي، خصوصا انها لسه ما خلفتش منك، وهو يعني زيك زي كل الرجاله، ما فيش راجل عدل. تخيل بقى ان حبه التحرش دول هما دليل براءتي، وده اللي هتقوله لامجد، ان انت متحمل المسؤوليه كامله وان انا ما اعرفش حاجه. بس انا هوعدك وعد حر ان انا مش هجيب سيره الفيديوهات دي لحد، بس انت كمان توعدني ان انت هتتعدل مع عبير. عبير طيبة. وسيبني بقى اشوف هنعمل ايه في بقية القضية. انتي لا ايش يا بنتي. انا المسؤول واخرج جوزك من الموضوع. مش هيحصل يا بابا. ده اللي لازم يحصل. ربنا يجازي اللي كان السبب. انا مش هكسر قلبك على جوزك. انما تكسر قلبي عليك صح؟ وقلبك طول السنين اللي فاتت ما كانش مكسور عليا وانا تابع لامك؟
لو في حد لازم يدفع الثمن هنا هيبقى انا. انت حكايتك شبهي، انا حصل لي كارثه في حياتي كبيره قوي، حياه بنتي حالتك كانت اخطر من كريم ابنك بكتير، ومش حياه وبس، وايمان مراتي كمان. ساعتها لاول مره وقفت وصيت للسما، قلت له يا رب لو عديت من اللي انا فيه ده انا هبدل كل حاجه صعبه انا عايشها، وعملت كده من يومها. انا ما بقولكش تعمل زيي على فكره، ربنا بيوصل لكل واحد فينا بالطريقه اللي هو يفهم، لكن المهم دلوقتي تعرف كريم ابنك انتحر ليه. دماغي مشلوله. مشلوله يا راجل؟ ده انت محامي، مش انا اللي هفكرك يعني. انا بكلمك دلوقتي كمحامي، لو احتجت اي مساعده انا جنبك. بقيتش احب ارد على التليفون، خايف اسمع خبر. لا رد، ان شاء الله كريم هيفوق ان شاء الله. ايوه ارو. ايوه يا عيسى، انت فين؟ كريم كويس؟ كريم كويس الحمد لله، الدكتور لسه ماشي وكل حاجة زي ما هي. ماشي. طيب انت فين؟ لا انا مشوار كده وراجع على طول. اوكي باي. معلش بقى دوشتك معايا. لا ابدا والله، على العكس. بس صحيح انت اول ما شفتني يعني قلت علي ايه؟ بلاش بقى. الحقيقه انا مستغرب، انت اخر واحد كنت اتخيل اني اقعد اتكلم معاه في حياتي. اكيد ده شعور متبادل برضو. لا والله ابدا، انا الدنيا علمتني ان انا ما استغربش. انا كنت حاسس ان انا وانت هنتكلم في يوم من الايام، بس انت ازاي ده ما كنتش اعرفه. على فكره انا دخل حياتي ناس كتيره جدا بالصدفه، هو صحيح يعني كانت صدف مهببه، بس انا متاكد ان انت اول ما شفتني قلت الراجل ده حشري. حشري بس يا راجل. انا عارف، انا ساعات كده ببقى ابو العلا البشري في نفسي شويه. عارف انت عايز تقول ايه؟ انا مش هخرب بيت بنتي، احنا كده كده بيتنا مخروب. لا بيت بنتي مش هيتخرب، بالعكس ده هيتعدل. للاسف بقى صورتك من صورتي انا، سمعتنا واحده قدام الناس. كده كده الموضوع مش هيعدي بالسهل، لسه في حوارات كتير قوي، يا ريتو يجي على اشرف. وكمان عارفة كنت عايز تطلب ايه قدام التضحية اللي انت لسه رافضها؟ اقولك انا ولا تقولي انت؟ حقي يا نجية. شيل الموضوع ده من دماغك، حقك انت ضيعته من زمان قوي. مصرة تموتيني بالحياة؟ اللي انت عملته كان ايه؟ هقلب الدنيا وهلاقيه. يوم ما هتلاقيه هيبقى موته.